تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك برج بعوريريج إقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف من إحباط 7 عمليات تهريب تخص الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، أسفرت عن حجز 47560 قرص مهلوس من بريغابالين 300 ميليغرام على متن 7 سيارات سياحية وتوقيف 11 شخصا، حيث تم على أثر ذلك تقديم المخالفين للجهات القضائية المختصة وتحرير ملفات منازعة ضدهم وحجز البضائع المهربة ووسائل النقل المستعملة وفرض الغرامات الجمركية المستحقة وفقا لأحكام قانون الجمارك والأمر 0506 المتعلق بمكافحة التهريب، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم 1443 الموافق ل 11 أغسطس 2021 المحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وتأتي هذه العمليات مواصلة للمجهودات الجبارة التي يبذلها أفراد الجمارك والتي تعكس الحنكة واليقظة والتجنيد اللامشروط لدحض كل أنواع الجريمة المنظمة.